كأس الخليج في الكويت نسخة في مهب الريح، استضافة ثم تأجيل ثم تراجع عن قرار التأجيل. ما الجهة الكويتية صاحبة حق اتخاذ قرار التأجيل؟ اتحاد الكرة أم هيئة الشباب؟ من يتحمل مسؤولية قرار التأجيل؟ ما الأفضل لخليج 23؟ تأجيل لعام أم نقل لبلد آخر؟ الجدل يحسم الخميس على خط التماس.